ارحب بحضراتكم مره تانية. ويمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم في محمد صلاح وقد ايه عامل الحقيقه مش موسم بقى، يعني خلاص مسيره رائعه مع ليفربول ولسه الاكتر جاي، وكنا بنقول انه في جائزه ذا باست او الافضل كان في المركز السادس، ونتمنى طبعا انه يمكن الموسم الجاي او السنه اللي جايه طبعا يبقى نشوف صلاح او لاعب مصري بيتوج بجائزه افضل لاعب في العالم. جائزه ذا باست او الافضل اللي خدها طبعا السنه زي ما حضراتكم عارفين ليفاندوفسكي، والحقيقه عامل موسم رائع، لاعب يعني يستحق الجائزه، يعني يمكن اول مره ياخدها بعد هيمنه طبعا رونالدو وميسي، وقدر ان هو ياخدها طبعا من رونالدو وميسي. ويمكن ليفاندوفسكي قدر ان هو الحقيقه يكون هداف دوري ابطال اوروبا والكاس والدوري الالماني، وعامل موسم قوي جدا. حتى كمان جائزه افضل مدرب ما كانتش يمكن غريبه، يمكن المنافسه كانت قويه، بس يورجن كلوب الحقيقه يستحقها بعد ما قدر ان هو يرجع لقب البريمير ليج طبعا لليفربول بعد غياب يمكن 30 سنه. خلينا نتكلم اكتر طبعا على الجوائز والتصويت، ومعروف طبعا طريقه التصويت بالنسبه لجائزه ذا باست او الافضل بتبقى 25% بالتساوي للاعلاميين للجماهير ولقادة المنتخبات ومدربي المنتخبات. معنا عبر سكايب دكتور وليد الحديدي الصحفي بمجلة الأهرام الرياضي، ويمكن واحد من اللي صوتوا طبعا في جائزة ذا بيست. برحب بحضرتك على شاشة قناة الأهلي. أهلا بيك يا سارة، تحياتي ليكي وتحياتي لكل مشاهدين الأهلي. حابة أعرف منك، شفت إزاي نتائج جوائز فيفا للأفضل في العالم لعام 2020، خصوصا طبعا بعد ما كنت الصحفي المصري المشارك طبعا في عملية التصويت؟ هو طبعا يعني انا تشرفت باختيار الاتحاد الدولي لشخص يعني عشان اكون ممثل اعلامي لمصر. وبالنسبه للنتائج يعني كان متوقع الحقيقه بالنسبه لجائزه احسن لاعب في العالم فوز روبرت ليفاندوفسكي بالجائزه. كان موسم الحقيقه كان موسم رائع، يعني موسم استثنائي للنجم البولندي زي ما حضرتك اتكلمتي في المقدمه. يعني بايرن ميونخ طبعا اكتسح كل البطولات اللي شارك فيها، فاز بخمس بطولات وعلى راسها دوري الابطال، بالاضافه الى يعني اداء كمان كان استثنائي الحقيقه من ليفاندوفسكي، كان هداف كل البطولات اللي شارك فيها، دوره المؤثر في فوز بايرن ميونخ بكل هذه الالقاب، وطبعا برضه دوره المؤثر والاهم وهي يعني نقدر نقول هي كريزه الموسم هي بطولة دوري الأبطال، باعتبار أنه كان موسم بسبب أحداث كورونا وتأجيلات، تأجيل اليورو، تأجيل الدورة الأولمبية في طوكيو، فكانت أهم بطولة الحقيقة خلال الموسم هي بطولة دوري أبطال أوروبا، وبالتالي كان منطقي أن الفايز بيها ونجمها هو اللي يتوج بلقب أفضل لاعب. طيب شايف انه صلاح يمكن كان يستحق مركز افضل من التواجد في المرتبه السادسه ضمن افضل لاعبي العالم؟ يعني خلينا نقول ان مبدئيا اختيار الفيفا لمحمد صلاح عشان ينافس من ضمن 11 لاعب في العالم على لقب الافضل ده في حد ذاته تتويج لمحمد صلاح طبعا، لان لما انت بتتكلمي في 11 لاعب فاذا انت بتتكلمي في فروقات بتكون قليله جدا بين الاسماء المختاره، وخصوصا كمان ان مش اللي اختار صلاح هم مسؤولين في الفيفا او حتى اعضاء في اللجنه الفنيه، لكن لجنه اساطير الفيفا ونجوم لعبه يعني مكونه من 10 نجوم من مختلف قارات العالم هم اللي حطوا اسم صلاح ضمن هذه القائمه. صلاح للعام الثالث على التوالي بيتواجد ضمن المرشحين لجائزه ذا بيست. يعني في 2018 صلاح فاز بالمركز الثالث في انجاز طبعا استثنائي وضخم جدا، السنه اللي فاتت صلاح فاز بالمركز الرابع، والسنه دي فاز بالمركز السادس. انا شايف ان مش مشكله كبيره ان صلاح ياخد سادس او خامس او ثالث، لان في الاخر زي ما قلت لك هو الفرق بينه وبين مثلا دي بروين صاحب المركز الخامس هي نقطة واحدة. يعني لو كان صلاح تقدم بس مركز واحد في أحد تصويت الفئات كان هو هيبقى الخامس، وقد كمان يتقدم للرابع، فإذا زي ما قلت لك الفروقات بسيطة جدا. اللي على صلاح دلوقتي بقى ان هو خلاص يعني مرحله انه يكون متواجد ومتواجد بتواجد مشرف دي خلاص تخطاها بمرحله كبيره. محمد صلاح لازم يكون عنده تارجت دلوقتي وهدف واحد ان هو يتوج بلقب افضل لاعب في العالم، وانا شايف انه ده مش هيكون بعيد باذن الله. طيب ليه بقى الناس بتسال بقى ليه محمد صلاح ممكن يكون غاب عن التشكيله المثاليه او فريق العام اللي اعلن عنه الفيفا طبعا الموسم ده او السنه دي من وجهه نظرك؟ هو طبعا يعني حابب اشرح للناس ان اختيار ترتيب او ال 11 لاعب اللي هم بيتم التصويت عليهم كافضل لعيب العالم اللي هو طبعا الترتيب اللي كلنا عرفناه ليفاندوفسكي، رونالدو، ميسي، ساديو ماني، دي بروين، ثم صلاح.
طريقة اختياره زي ما حضرتك قلتي هي في فئات تصويتية، الصحفيين والمدربين، مدربين المنتخبات وكباتن المنتخبات والتصويت الجماهيري. لكن فريق العام ليه طريقة اختيار تانية بيشرف عليها أو بتشرف عليها جمعية اللاعبين المحترفين في العالم، وبيشارك في تصويتها أو بيحدد أصواتها كل اللاعبين المحترفين في العالم. بتتكلم عن حوالي 25 ألف لاعب محترف شاركوا في التصويت. صلاح كان من ضمن القائمة النهائية اللي طرحت للتصويت، 55 لاعب كان من ضمنهم محمد صلاح، لكن التصويت يعني توتال التصويت ما حطش محمد صلاح، يمكن علشان برضو وجود كريستيانو رونالدو ووجود ليونيل ميسي، وطبعا بالإضافة إلى ليفاندوفسكي في خط الهجوم، يمكن لأن وجود الثلاثي ده حرم صلاح. أنت عارفة برضو يعني فكرة ان رونالدو وميسي يكونوا موجودين كمركز تاني وتالت، الموضوع ما كانش فني قوي بقدر ان هو يعني الهوى التصويت دايما بيميل للنجوم. يعني انت لو جيت تتكلمي عن موسم محمد صلاح، مؤكد انه كان افضل من موسم ليونيل ميسي. محمد صلاح فاز بدوري انجليزي، احرز 23 هدف وصنع 13 هدف مع ليفربول، خد احسن لاعب في كاس العالم للانديه، فاز بالسوبر الاوروبي. يعني انا اقصد حتى على المستوى الفردي والمستوى الجماعي ممكن يكون موسم صلاح، واكيد ان موسم صلاح مثلا افضل من ليونيل ميسي، لكن الهوى التصويتي دايما يعني نجوم عملت رصيد كبير، وهو ده اللي هيجنيه محمد صلاح في المستقبل. يعني هذا الرصيد اللي هيبنيه محمد صلاح دلوقتي او بيبنيه من 3 سنين فاتوا، يعني هيلاقي ثماره بعدين في السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها. حتى المواسم اللي مش هيكون محمد صلاح فيها في التوب فورم هتلاقيه متواجد وبينافس بقوه، لان بتتكلمي عن رصيد لنجم بيبنيه مش من سنه او باتنين، لكن بالاستمراريه. فعلشان كده انا متفائل بفكره انه ما يكونش موجود في التشكيل الافضل للعام. دي بالنسبه لي يعني اهميه أقل بكتير من أنه يكون سادس أفضل لاعب في العالم، وهو ده الأهم. طيب بمناسبة بقى كلامك، ولازم أروح معاك للحتة دي، دايما بسمع على مدار سنين أن التصويت بالنسبة لجائزة ذا بيست أو الأفضل مش بتبقى دايما يعني فير أو عادلة 100%، بمعنى أنه دايما في وجهة نظر بتقول أن بيبقى في تدخل من جانب شركات الرعاية للفيفا في تحديد اسم الفايز أو الترشيح الثلاثي للمنافسة على لقب الأفضل في العالم، خصوصا بعد ما في ناس مثلا شايفة أن اختيار كريستيانو رونالدو وميسي ضمن الثلاثة المرشحين الأبرز للفوز بالجائزة، رغم أحقية بعض اللاعبين التانيين، يمكن زي ما حضرتك كنت لسه بتقول دلوقتي. فعايز أعرف رأيك في ده، هل في تدخل فعلا أو ممكن يكون في ده من جانب شركات الرعاية؟ شوفي، مستحيل ده يحصل. يعني خلينا نتكلم عن الموسم ده. الموسم ده الفيفا مثلا ما تتدخلش في وضع الاسماء، زي ما قلت لك في لجنه كان فيها 10 اسماء، ديفيد فيا، شفاينشتايجر، ستوتشكوف من قاره اوروبا، ديجو فورلان ومندراجون وكافو من قاره امريكا الجنوبيه، عصام الحضري ويايا توري من قاره افريقيا، ديفيد سوازو الهندوراسي من قاره امريكا الشماليه، وبارك جي سونج من قاره اسيا. دول ال10 اسماء اللي وضعوا اسامي ال11 لاعب اللي مرشحين للجائزه بدون تدخل الفيفا ولا اي شركه ولا اي مؤسسه. الاسماء ال11 المرشحين للتصويت طرحوا للتصويت العام، وتصويت بكل شفافيه. يعني حضرتك بعد انتهاء الحفل بدقيقه واحده كان الفيفا منزل الليست او الدوكيومنت الخاص بالتصويت، وكل واحد من المصوتين اختار مين، وما فيش اي حد اعترض لان الفيفا ما تدخلش في اي صوت. انت يعني اللي اختاروا ميسي ورونالدو هم مجموعه كبيره من الصحفيين، ومجموعه كبيره من كباتن المنتخبات، ومجموعه كبيره من المدربين، وطبعا الفئه الرابعه هي فئه الجماهير، اللي زي ما قلت لك ان اسم النجم ورصيده وتاريخه بيشفع له اوقات حتى لو ما كانش اداؤه في اعلى مستوى. فاذا الموضوع طبعا بعيد تماما عن هذا الامر، يعني الموضوع كان عادل تماما وتصويت عادل تماما، بعيدا عن اي تدخلات وبعيدا عن اي تاثير لاي جهه. طيب كويس جدا ان حضرتك فعلا وضحت النقطه دي، لانه الكلام ده بنسمعه مش بس المره دي، بنسمعه كتير جدا. خليني اروح معاك لحوار صلاح يمكن اجراه مع صحيفه اس الاسبانيه، واثارت تصريحاته الحقيقه جدل حول مستقبله مع ليفربول وامكانيه انتقاله لاحد قطبي الليجا الاسبانيه سواء ريال مدريد او برشلونه. انت من وجهه نظرك يعني كصحفي كبير، شايف انه صلاح يعني من الافضل ان هو يستمر في انجلترا، ولا يكون ده الموسم الاخير ليه قبل ما يخوض تجربة جديدة؟ بص، يعني خليني يعني اقسم الاجابه لجزئين. الجزء الاول في تصريحات صلاح نفسه، يعني انا شايفها تصريحات جنبها التوفيق في الوقت ده. يعني ما كانش في داعي ابدا للتصريحات دي في الوقت ده، اللي لسه بيبتدي موسم جديد وعنده تحدي مع ليفربول. يعني
ممكن يكون صياغه حتى اجابه صلاح من قبل صحفي الاس ممكن يكون فيها شويه يعني تحوير في المعنى، او لكن في الاخر مؤكد ان محمد صلاح المح بهذا الامر، وانا شايفه كان تصريح غير موفق. الجزء الثاني وانا حتى كتبت فيه قبل كده ان نادي ليفربول لا يقل على الاطلاق كاسم وكتاريخ وكوضع وككل شيء عن برشلونه وعن ريال مدريد. نادي ليفربول هو بطل دوري ابطال اوروبا لست مرات، كان اخرهم الموسم اللي قبل اللي فات. نادي ليفربول هو يعني الاكثر تتويجا في انجلترا، واحد من اكثر الانديه الجماهيريه في العالم، ونادي مستقر ماديا، ونادي يعني بيعتبروه حتى كل الخبراء وكل المتابعين يعني نادي يصنع الاساطير، يعني دايما نادي ليفربول يجيد تكريم اساطيره. انا شايف ان استمرار محمد صلاح في ليفربول مع هذه الحاله، مع مدرب بقيمه يورجن كلوب، مع سكواد زي الاسماء اللي موجوده مع محمد صلاح، فرصه كبيره جدا لمحمد صلاح انه يبني تاريخ غير مسبوق لاي لاعب عربي او افريقي، مش بس في الدوري الانجليزي لكن على مستوى العالم. وقد يعني يظل صلاح ليستمر كمان حتى بعد الاعتزال كاسطوره زي دالجليش، زي كل الاساطير اللي احنا بنشوفهم وبيتم تكريمهم في ليفربول، سواء بتماثيل او في حضورهم مندوبين، او يعني انا اقصد في تفاصيل كتير جدا لازم محمد صلاح يدرسها قبل ما يقرر الانتقال. لان مش معنى ان ريال مدريد او معنى ان برشلونه عندهم قوه شرائيه او عندهم جماهيريه كبيره ان نجاح صلاح مضمون، يعني الخلطه خلاص او الكيمياء خلاص محمد صلاح وجدها في ليفربول ونجح بهذه الكيمياء ونجح بهذه الخلطه وقدر يصنع هذا الظهير الجماهيري. مش بس النهارده بتتكلمي عن جماهير مصريه بتساند ليفربول، لكن يعني شهرة محمد صلاح في العالم كله. وأنا عن نفسي يعني سافرت أكتر من مرة وحضرت أكتر من إيفنت، حتى أوقات ما كانش بيبقى فيه أي مشاركة لمحمد صلاح أو نادي ليفربول، ومع ذلك يظل اسم محمد صلاح بيتردد على الألسنة، وكل ده صنعه من خلال ليفربول. فأنا شايفها هتكون مخاطرة كبيرة جدا لو محمد صلاح قرر أنه يترك كل هذا المجد وكل هذا كل هذه الأجواء ويجرب أو يخوض تجربة جديدة في دوري جديد مع نادي جديد ما يضمنش نسبة نجاحه ممكن تكون عاملة إزاي. بشكر حضرتك جدا دكتور وليد الحديدي، صحفي مجلة الأهرام الرياضي، كنت معانا طبعا على شاشة قناة الأهلي. والحقيقة فعلا يعني يمكن ده آراء الكثير من الناس او من جماهير او من محبي محمد صلاح، انه من الافضل ليه ان هو يستمر مع ليفربول بعد الانسجام الكبير جدا بينه وبين يورجن كلوب، بينه وبين اللعيبه، المواسم الرائعه اللي عملها مع ليفربول. والحقيقه ان يمكن زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل، فكره تالق محمد صلاح مع ليفربول وانه لاعب مصري بيعمل الانجاز الكبير ده والانجازات الكبيره دي كوم، وفكره ان هو طبعا رفع السقف الطموحات بالنسبة لكل طفل مصري نفسه يلعب كورة، أو حتى مش بس في مجال الكورة بس أنه يقدر يوصل لحاجة عالمية بالشكل ده، دي إضافة كبيرة جدا وحاجة الحقيقة تفرح أنه في لاعب مصري قدر أنه هو يوصل للعالمية بالشكل ده ويبقى محبوب الحقيقة من جماهير العالم كله، ولسه المستقبل قدامه كبير. طبعا هنشوف كتير بإذن الله من محمد صلاح بعد الفاصل. كابتن محمود سمير مع زميلي الإعلامي أحمد سمير.